يا مدام ليلى، الو، اهلا ايوه وسهلا. ساره، ازيك؟ ازيك يا مدام ليلى؟ عامله ايه؟ الحمد منوره لله، الشاشه. ده نورك يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. اهلا بيكي، تسلم ايدك ويسلم دايما ما بين ايديك يا رب. تسلمي لي يا رب، الله يعزك يا حبيبتي ويخليكي. الله يخليك. قولي لي يا شيف ساره، البطاطس كانت تستوي بصوص البشاميل ده بس؟ ايوه، عشان احنا مديينها الغلوه الاولانيه. انا انت خدتي بالك ولا لا؟ لا انا لسه فاتحه والله. طب تعالي اقول لك بقى، احكي لك من اول. بصي يا ستي، احنا بنقشر البطاطس ونقطعها شرايح رفيعه ونحطها في الميه تغلي غلوه واحده بس على النار، وصل. تشيليها على ميه ساقعه متلجه عشان ما تتهريش، فهمت كده، عشان كده بقى تستوي مع هتستوي. الفيلم. ايوه، عشان كده تستوي من غير اي مشاكل، فمع الصوص بقى تسلم طبعا ايدك. تستوي وتبقى زي الفل. اهلا بيكي يا طب حبيبتي، استاذنك في حاجه تانية، حضرتك ما اموريلي. بتعمليش محشي ليه؟ عشان بحسه حاجة يعني ما فيش فيها أي جديد، فاهمة قصدي؟ حاجة يعني سهلة يعني، لا ولا مش عشان سهل، خاطر لا 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 مش سهل المحشي، مش سهل. هو احنا بنعمل محشي على فكرة، بس دايما هتلاقيني بعمله في رمضان، بعمله في الأيام اللي بتبقى في المواسم، بس ما بعملوش في بس واحد حلقات بيبقى عادية. قليل قوي، إيه؟ قليل بيبقى حضرتك، بسيط يعني، بسيط في اعمال المحشي غير الاكلات التانية يعني. أنت شايفاه سهل يعني؟ لا 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 لا، ده بالعكس، ده متعب جدا متعب والله جدا. العظيم، اه ده بالظبط. عليا. انا بصي لا اقولك، صعب. انا بعمله فعلا قليل، لاني بحس انه اكله ما فيش فيها حاجه جديده اقدمها، او ما فيش فيها معلومه جديده اقدمها. ده غير بقى انا هعترف صح. لك اعتراف، هعترف لك اعتراف خبيث، لا قولي حبيبتي. انا ضد اي اكل يشقي حد. شفتي؟ صح، برافو عليكي عارفه والله، الاكل والله بتاع، برافو عليكي. عارفه الاكل بتاع الشقه ده بتاعنا، هقعد 6 7 ساعات ظهري مقطوم بحشي وبلف ايوه ضده ايوه تماما، ضده تماما. صح انا صح بيصعب عليا بشوف مامتي بعد ما خلصت حله المحشي، ببقى عايزه اقول لها يا ستي ان شاء الله انها اتعملت. صح والله، بتصعب صح عليا، مش والله قادره صح. تفرد ظهرها يا عيني من كتر ما هي لا، وطت وعماله وفي تحشي، الاخر حله، في الاخر وفي حله الاخر واحده. حله. لو عملت اكله تانية حلوه هتتاكل برضو وكله هيتبسط صح يعني. فانا ضد بالظبط الاكل، والله. ضد اي اكل يحتاج انك تقعدي في المطبخ اكتر من ساعتين بس. لو في الحر ده لا، ملوش لازمه بجد. خالص خالص ضد يا كل حبيبتي الاكل ده. تسلمي تسلمي لي يا حبيبتي. يعني في اكل، تسلمي تسلمي. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. في اكل بياخد مننا وقت ولكن ما بياخدش شقه، زي مثلا الفخده، هتقعد 3 4 ساعات في الفرن ولكن انا مش واقفه لها، يعني انا قاعده في سهية في الفرن وانا عايشه حياتي عادي. مكرونه بشاميل هتاخد لها ساعه في الفرن ماشي، بس انا مش قاعده واقفه قدامها، انا جمعتها وخلاص. فانا بيصعب بقى عليا الاكل اللي فيه خطوات، حشي الممبار، ورق العنب، الكرنب، المحشي، يعني كميه شقه بصراحه. والستات يعني طلعان روحهم اوريدي، شغل بيت وغسيل ونشر وتطبيق وكوي وعيال ومدارس ودروس وتمرينات، هيبقى كمان محشي، يعني بنقص المحشي يا جماعه.